يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الذين يشوشون على الناس في الحرم بأصواتهم في الدعاء الجماعي؟ هذا لا ينبغي، الدعاء الجماعي ما ينبغي، ينبغي كل واحد يدعو لنفسه، لأنهم في الدعاء الجماعي يشوشون على الناس، لأنهم في الدعاء الجماعي لا يستحضرون المعاني وإنما يتابعون هذا الذي أمامهم يدعوهم، ما يدرون وش معاني الدعاء هذا، لا يستحضرون المعاني، يقلدون فقط. فالدعاء عبادة، يدعو الإنسان لنفسه منفردا عن الآخرين، يدعو بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه. والدعاء في الطواف سنة، لو طاف ولم يدعو فطوافه صحيح، الدعاء سنة هو واجب، ولو قرأ القرآن أو اشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير والذكر لكان هذا حسنا، هو بلازم الدعاء، بل يكفي عنه الذكر، يكفي عنه تلاوة القرآن. وحتى لو طاف وهو ساكت كل الطواف ما تكلم بشيء، لا بدعاء ولا بذكر ولا بشيء، فطوافه صحيح. نعم.